نروح لخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس اللي تابع اللقاء وناخد رايه برضو وبدايه انطلاقه يعني الموسم الجديد مع مباريات الدوري الجمهوريه ونشوف رايه في التحكيم النهارده برغم النتيجه الكبيره وفوز الاهلي بـ8. تحياتي ليك يا كابتن ناصر وتحياتي للكابتن حشيش والدكتور احمد ثابت. تحياتي ليك يا كابتن اسامه وتحياتي لضيوفك الكرام الكابتن حشيش والدكتور احمد ثابت وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يهمنا رايك طبعا النهارده يعني اولى مباريات دوري الجمهوريه طاقم تحكيمي منطقه القاهره رغم النتيجه الكبيره لكن يعني قرارات الحكام النهارده كانت صحيحه، كان تمركز جيد، كان الاداء يعني بيبشر ان شاء الله في الموسم الجديد ممكن نشوف طفره في التحكيم المصري ان شاء الله. خليني اقول يا كابتن اسامه بس احييك طبعا على الاستوديو التحليلي واقول لك كل سنه وانت طيب على الاستوديو التحليلي، نموذج استوديو تحليلي كبير جدا يعني حضرتك بتشرح وتفصل والكبار اللي موجودين معاك حقيقه طبعا احنا بنستفيد من هذا الاستوديو التحليلي، بحييك على الاستوديو التحليلي في اول مباراه بنشوفها. من خلال الاستوديو التحليلي اعتقد ان الكل اللي بيشاهد بيشوف عرف تفاصيل المباراه كلها كامله، فبشكر طبعا ضيوفك الكرام على الاداء المتميز اللي هم قدموه. شكرا. نروح لطاقم التحكيم كابتن اسامه زي ما انت حضرتك قلت كده هو طاقم تحكيم من منطقه القاهره هيثم، وهيثم ده من الحكام الواعدين كان حاضر معسكر الحكام الواعدين اللي اتعمل الاتحاد المصري عمله، وده كان معسكر كان جاي من الاتحاد الدولي منحه، تم اختيار فيه 35 حكم من الحكام الصاعدين الواعدين من ضمنهم حكم المباراه اعتقد هيثم النهارده ادى مباراه رائعه جدا. كابتن اسامه عاوز اقول حاجه مهمه جدا على رغم نتيجه المباراه، ولكن في الهدف الاول هقول لك شوف تحرك زي ما حضرتك ودكتور احمد ثابت والكابتن حشيش اتكلموا على تحركات لاعبي الاهلي في الهدف الاول. شوف الحكم كان فين ووسع لنفسه ازاي وكان عنده قراءه مستقبليه للعبه. اعرضوا لنا الهدف لو سمحت ذكروني والكابتن ناصر بيتكلم عن الهدف الاول وتمركز الحكم. يعني في اداء متميز من اللاعبين النادي الاهلي في التحركات وفي التمركزات، وهنا الحكم كمان كان ليه دور كبير جدا، كان عنده قراءه ازاي يوسع وما يخش ما يخشش في مسار اللعبه ده. شوف هنا حكم المباراه هنا في 1 2 هنا بيرجع ورا بيفتح نفسه ممكن يطلع قدام. يا دكتور يا دكتور احمد انت وكابتن حشيش كان هنا الحكم ممكن يطلع قدام كان هيبقى في مسار اللعب، ولكن هو عمل ايه؟ اخر نفسه سنه عشان يوسع للاعب الاهلي ان هو يروح. دي ميزه من الميزات اللي النهارده هيثم عملها، وازاي ان هو بيبقى عنده قراءه مستقبليه لطرق واساليب اللعب يا كابتن. لو هنروح للحاله الثانيه كان في الدقيقه 46 وركله جزاء الصحيحه 100% هنا لم يتردد في احتسابها، العرقله واضحه، وهو هنا على طول كان يعني عنده توقع واحتسب ركله الجزاء الصحيحه اللي احرز منها لاعب النادي الاهلي محمد معانا على الهواء ركله الجزاء كابتن. هنا كابتن شوف هنا يعني بص ركله جزاء يعني ايه عاوز اقول ايه كامله الاوصاف. الشد موجود بالايد من فوق وهنا العرقله كمان كانت موجوده من مدافع نادي البلديه، وبالتالي هنا كان ممكن حكم يقول النتيجه كثيره وكان ممكن حكم يعني زي ما انت بتشوف كده كابتن اسامه هو لم يتردد وملوش علاقه بالنتيجه، كان اداء رائع واحتسب ركله جزاء صحيحه لمحمد عبد الله اللي تم تسجيل منها هدف لمحمد رافع. حتى لما نيجي نشوف التنفيذ يا كابتن اسامه وده كان مهم جدا جدا هتقول لنا تنفيذ ركله الجزاء يا شباب يعني نشوف التنفيذ مفيش ابدا اي لاعب اخترق منطقه الجزاء اثناء التنفيذ ودي بحيي فيها حكم المباراه وايضا حارس المرمى كمان لم يتحرك قبل التسديد. شوف هنا لحظه التسديد ومحمد رافع بيسدد هتلاقي جميع اللاعبين خارج منطقه الجزاء حارس المرمى القدم موجود على الخط وده تنفيذ نموذجي لحكم المباراه. لو رحنا للشوط الثاني اضاف 4 دقائق على الرغم النتيجه 8 الى شيء ولكن اعطى النادي الاهلي حقه في الوقت الضائع. خلي بالك ده يا كابتن ناصر من الحاجات اللي وقفت عندها والنتيجه 8 وانا قاعد مع الكابتن حشيش والدكتور احمد ثابت قلت يا ترى الحكم هيحتسب وقت بدل ضائع ولا ممكن دلوقتي يصفر وينهي المباراه؟ لا لقيته بيدي النادي الاهلي حقه رغم النتيجه الكبيره، هو واخد الامور بجديه ومركز في التفاصيل الصغيره. ده دليل يا كابتن اسامه على ايه؟ على ان انا ماليش علاقه بالنتيجه، وده دايما احنا بنقول للحكام من فضلك لو سمحت مالكش علاقه بالنتيجه ولكن انت ليك علاقه بحق الفريق، يعني سواء النادي الاهلي او بلديه محله هناك وقت
ضائع تم اضاعته لابد انك انت تعطيه. وانا هنا بشيد بهيثم وبشيد بخالد وبشيد باحمد عبد الغني، بدايه موفقه للتحكيم المصري كابتن اسامه، وبدايه اروع نتيجه واداء للاعبي النادي الاهلي. مبروك على الشيء التحليلي، وبحيي طبعا تاني حشيش والدكتور احمد ثابت اللي هم النهارده يعني امتعونا وادونا حاجات كتيره جدا في التحليل الفني. واحنا بنشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر، ودايما السهل الممتنع في تحليل حالات التحكيم. نشكرك شكرا جزيلا خبير التحكيم الكبير كابتن ناصر عباس.